بالإضافة لكثافة الألماس المميزة وصلابة المميزة، فهناك مظهر خارجي يتميز به الألماس. فلو أحضرت عدسة مكبرة ونظرت إلى بلورة الألماس ستشاهد مثلثات متداخلة إلى عمق الحجر متساوية الأضلاع. الحجر الألماس يأتي بعدة ألوان وأشكال. هذه بلورات ألماس أبيض واضح عليه المثلثات، كذلك حجر الألماس الأسود يأتي بعدة أشكال منها الدائري والمربع. هذا حجر الكمبرلايت الحاضر للألماس. يأتي الألماس الأسود بشكل شبه دائري وأيضا بشكل مربعات أو رقائق وبشكل دائري وبشكل عشوائي. الآن تشاهد المثلثات على حجر الألماس الأسود متداخلة، وهذا مميز في حجر الألماس كذلك في حجر الألماس الأبيض.